اهلا بيكو. النهارده اكلتي حرشه حراشه فظيعه. هنعمل مع بعض مسقعه مصري بلدي من غير اي افتكاسات ولا اختراعات اللي هي بتبقى كلها على بعض دي، عارفينها. يلا بينا. اول حاجه عم بسخن زيت طبعا على النار، وعندي بتنجان الرومي متقطع كده تخين شويه. نعمل ايه بقى؟ نرش عليه رشه ملح بسيطه قوي، وعليه عشان ما يتشربش منك زيت هتعفريه كده بالدقيق برضو رشه بسيطه. نقلب كده. نحط بقى الفلفل الرومي، نكون مقطعينه كده. بس انا بحب احط الفلفل الاول لان البتنجان بيغمق الزيت. هنحط بقى فلفل رومي وفلفل حراق. بصوا انا عايزاه يدبل وياخد لون بسيط كده، ونصفيه بقى كويس كده بايدينا لان انا مش هحط مناديل تحتيه. وانا بحمر البتنجان هنعمل الصلصه عشان ايه ننجز في الوقت. على النار هنحط معلقه واحده زيت، تمام؟ وهتعرفوا ليه بقى. هنحط معلقه كبيره ثوم. انا مش عايزه الثوم ياخد لون، هكسره كده بمعلقه خل كبيره او معلقتين. واحط معاه بقى عصير الطماطم، هتبلها بقى ملح، كزبرة ناشفة معلقة صغيرة، وشوية كمون وفلفل اسود، وبس كده، ما نزودش اي حاجة تاني. هنسيبها بقى تتسبك شوية شوية صغيرين، تمام؟ ما تتقلش قوي يعني، لان احنا لسه هنحط البتنجان فيها والفلفل يتشرب من الصوص ده عشان يبقى طعمه جوسي كده وحلو. نقلب بقى البتنجان. انا ما طلعتش البتنجان على الورق زي ما قلت لكم، انا صفيته كده بايدي بالراحه عشان الزيت بقى اللي بينزل منه ده هو الفلفل بيديها طعم رهيب، وما بقاش كتير زي ما انتم شايفين كده، بس بيبقى ايه طعم المسقعه حلو قوي. هنسيبهم مع بعض، هنقلبهم ونسيبهم مع بعض 10 دقايق قبل بقى ما البتنجان كده مع الفلفل يتسبكوا مع الطماطم. تعالوا بقى نعمل سلطه طماطم خليله عشان ايه نكمل الوجبه. عندي هنا ثوم مهروس معلقه كبيره، فلفل حراق او رومي متقطع او مبشور كويس قوي، كمون، كزبره، فلفل اسود. طبعا ده على حسب الكميه اللي انت عاملاها، انا بحط نص معلقه صغيره من كل حاجه، بس الملح بحط معلقه صغيره، وخل، وعصير ليمون. نقلب بقى ده كله كده مع بعض. السلام على الريحه. الطماطم انا مقطعاها كده، اديها بس ايه ضغطه بسيطه، نحشيها كده. وقرنين فلفل بقى حراق كده من اللي احنا قليناهم، جرام. نرش بقى كده عليهم رشه كمون من فوق كده، ويلا نغرف المسقعه. خلصنا الاكله بتاعتنا، نحضر بقى 3 4 5 ترغيفه بلدي كده ويكون طازه، عشان بصوا الاكله دي ما فيهاش ولا لحمه ولا فراخ، بس اكتر اكله بتاكل وتفتح النفس. جنبها بقى شويه جبنه بالطماطم، جنبها شويه بطاطس، تكتفوا بده بس، والف هنا وشفا. جربوها وقولي رايكم في الكومنتس. اشوفكم على خير. كل وصفاتنا تجدوها حصريا على موقع الوصفه.com.